تشهد المؤسسة الخيرية في المملكة المتحدة ارتفاعا هائلا في المكالمات المتلقاة من بريطانيين لا يستطيعون الاحتفاظ بحيواناتهم الأليفة ويرغبون بالتخلي عنها بسبب غلاء المعيشة. وبحسب تقرير لصحيفة ميرور البريطانية، تلقت مؤسسة خيرية 18,000 مكالمة هذا العام من أصحاب الحيوانات الأليفة الذين لم يعودوا قادرين على تحمل تكاليف الاحتفاظ بحيواناتهم المحبوبة، وهذا يمثل زيادة بنسبة 55% عن الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي مع تفاقم أزمة تكلفة المعيشة في بريطانيا. وقال آدم كلوز من مؤسسة دوكس تروست: يتعين على المالكين اتخاذ قرارات بين تدفئة منازلهم أو إطعام أطفالهم أو التخلي عن كلابهم.